السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا هو عبد العزيز حسن من موقع خدمات حبات الكار. في حال وجود أي استفسار عن أي درس إحنا عملناه مع بعض، كل عليك إنك تخش على الدرس وهتدوس اطرح مشكلة قابلتك في التطبيق، هتدوس عليها هتحط المشكلة بتاعتك وهتعمل لها بوست لينا، إن شاء الله نهتم بالموضوع ده مع بعض. طيب هنبدأ النهاردة نتكلم بعد ما جمعنا الداتا بتاعتنا المرة اللي فاتت، تمام؟ هنبدأ النهاردة نبدأ نحط بقى الداتا بتاعتنا في الديزاين بتاعنا. اولا انا عايز اعمل جروب للسوشيال ميديا دي مع بعض، فهدوس على اول فيسبوك مثلا وادوس على الشيفت وادوس على اخر واحد فيعمل لي كلهم كده سيلكت كده، ادوس كنترول جي او كمان جي، تمام؟ وبعدين هقول له هنا دي السوشيال، تمام؟ وطبعا هي بما ان احنا بنعمل موقع عربي فهنجيب السوشيال ميديا اللي هنسحبها كده، واقف على الجروب هسحبها وانا دايس شيفت، طبعا احطها ناحيه الشمال وادوس على اللوجو وانا دايس شيفت برضو اسحبه واحطه ناحيه اليمين بتاعي في الشكل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم. كلام جميل جدا جدا. طيب انا شكل السوشيال ميديا مش عاجبني قوي كده، فاحنا ممكن نعملها بشكل اوضح شويه عشان حتى نستغل المساحه بتاعتي. هقوم دايس الجروب كله، دايس كنترول تي، بس الأول تعالوا نختار الفيسبوك. هخش على الفيسبوك و هحطه تحت كده بالشكل ده، تمام؟ وهقوم جايب تويتر هقوم حاطط فوق كده بالشكل ده، بعدين هدوس على الفيسبوك وتويتر خليهم مع بعض، دوس كنترول تي وابدا ادوس شيفت وكنترول شفت الت وابدا اكبر بالشكل اللي حضرتك شايفينه، بحيث ان هم ياخدوا تقريبا نفس العرض بتاع الشغل بتاعك، تمام؟ هم عايزين يصغروا السي كمان تحت، بدوس كنترول تي تاني وازوم بس عشان اظبطهم بالظبط، بدوس شيفت والت، لازم ادوس شيفت والت عشان يصغروا طول عرض مع بعض، بدوس انتر بعد خالص تاني كنترول تي بدوس شيفت والت، هما ازوم اكتر عشان يظبطهم اكتر. ايه اوكي، هي القصه بقى فين بقى في الحته دي؟ ما بقلب حالي نفسي. اوكي يعني اظبطها بس خلينا دلوقتي بشكل اخر كده. طيب نفس بقى الكلام بالنسبه لليوتيوب بلينكدين، ادي اليوتيوب خلاص انا كده عندي جريد همشي عليه، دوس كنترول تي ابدا اكبر شويه لحد ما اوصل للفوت شورت كده بشكل، يعني شويه دي ظبطت يعني. تمام، صور تويتر ماشي. اوكي هنجيب اللينك ده نحطه مكان تويتر برضه نفس الفكره، كنترول تي كوبر لحد ما اوصل للشكل اللي عايزه بالشكل، تمام؟ اوكي دي ممكن بقى نمسحها او نجيب لها شكل تاني، انا مسحتها اصلا واحد امبارح، واخد بقى الجزء بتاع السوشيال ميديا ده كده احطه في الجزء الشمال كده، كده بقى شكله اظرف والطف بتاعي من الشكل الاولاني. طبعا ممكن بكل بساطه اقوم عامل رسترايز لكل اللايرز دي، بس كليك يمين اقول رسترايز لاير، لازم اقول رسترايز لاير طبعا، هقول لك هنعمل دلوقتي رسترايز لاير، رسترايز لاير واقول له ايمج واقول له هنا ادجستمنتس واقول له ديساتوريت، بحيث ان هو يبقى اللون بتاعه زي ما انتم شايفين كده، ولما يبقى هوفر يعني لما اليوزر يروح عليه بالماوس يبقى ياخد اللون بتاعه الاساسي، تمام؟ دي طبعا هيعملها الراجل اللي هو بيكاود يعني، مش انت مش قصتك دي بقى، تمام؟ طيب هنسيب بقى هي واحده فيهم بس اللي معموله بالشكل ده، الباقي هنسيبه ايه بشكل عادي، بس الاول هنعمل منها كوبي، ناخد منها كوبي وهي ملونه نحطها تحتيها، تمام؟ وهنخفي الملونه دي وهنعمل ايمج ادجستمنت ديساتوريت ليها، بحيث هو بقى لو عايز يجيب اللون الملونه هيخفي دي ويظهر الملونه بالشكل، تمام؟ اوكي. طيب تاني حاجه محتاج نعملها، تعال نروح بقى على البريدج بتاعي
تاني حاجة محتاجين نعملها هقوله هنا، هات لي اللايك رمك اللهم صل محمد. محتاجين احنا هنا ايه التليفون والايميل، الاثنين دول محتاجينهم نحطهم هنا. اوكي تليفون ايميل نصورهم بقى طبعا متفقين من اي مسافات هناخدها عن طريق الاخ ده، هنحط ده كده ونحط ده كده تمام. خلي بس دي في النص كده الله يكرمك، خلي نفس الكلام في النص يعني في نص الفوتوشوب، شايفين الخط اللي عرض على الفيسبوك كده يبقى في النص كده تمام. بعد ما حطيتهم في النص مع ده وده ناخدهم بس نحطهم شمال كده شوية تمام. وأبدأ أجيب بقى النص بتاعي، وأبدأ مثلا في الفون أقول له مثلا 0 2 0 ده مثلا التليفون. طبعا التليفون بينه وبين الرقم يبقى الجزء تمام. نفس الكلام بالنسبة للأخ بتاع الميل. تأكد بس إن هو متناسق بالشكل مع بعضه. طبعا أنا عايز أحط رقمين هنا عشان كده عملت الأيكونز كبيرة شوية عشان ينفع أحط رقمين مع بعض يعني. حاولنا بس ايه يبقى كله في نفس الالاينمنت تمام. ونفس الكلام بالنسبة للايميل، عايز احط ايميلين طبعا، بس احط هنا جريد صغير كده عشان اتأكد ان انا ال الايقونة دي ماشية مع الميل ده مع الطوب كده. حط الجديد تحت برضه هنا صغير كده بحيث اتاكد ان الجيميل ده نفس الكلام تمام. نفس الكلام هنا اهو، حطينا الجديد فوق، اتاكد ان الرقم الاولاني ده فوق كده بالشكل ده، الجديد التاني تحت كده، اتاكد ان الرقم تحت ده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب هختار بقى الفون ده كده، اكتبه اعمله كنترول جي اعمله جروب واقول له فون. نفس الكلام بالنسبة للميل، ميل تمام. وهعمل الاثنين دول مع بعض كده، اقول له كنترول جي واقول له دول كونتاكت. طبعا ما انساش ان انا اخد المسافة دايما بتاعت ايه، واخد الكونتاكت ده كله ابدا اعمل له اونلاين بالشكل اللي حضرتك. ولما اخفي كده كل حاجه في كل الجريدز بتاعتي هيبقى الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام مفيش مشكله، هي مش متظبطه او عايزين نظبطها يعني لما تظبط كده يعني تنزل تحت شويه يعني كده يعني نوعا ما كده مظبوطه اكتر من الاول تمام. اهم حاجه بس يكون نفس الالاينمنت يعني كله ماشي على نفس الخط اللي احنا ماشيين عليه تمام. اوكي كده احنا ماشيين تمام. طيب محتاجين بقى دلوقتي احنا طبعا احنا كده دلوقتي احنا خلينا الموضوع مختلف شويه يعني لما نزل الجريد دلوقتي انا اصبح عندي اللوجو ده لازم يكبر بقى شويه عشان يساع القصه اللي احنا عاملينها دي. هو احنا عندنا اول قصه فوق اهي، اول جريد فوق مع التاني جريد تحت اهو، ده اللي فيه المحتوى بتاعي، فانا هخلي اللوجو في نفس المحتوى يعني بصورة. او الجريد فوق هو اللي هو بداية الفون والكلام ده، وده نفس الكلام تمام. فانا كبرت اللوجو عشان برضه ياخد نفس المساحة بتاعت القصة، ميبقاش اللوجو كده قاعد لوحده كده مستخبي صغير يعني، هو اصلا المفروض يبقى اكبر حاجة في القصة كلها. طيب دي كان بالنسبة للهيدر، ان شاء الله درسين جايين نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.